باسم الآب ابن الروح القدس إله الواحد آمين. أخوتي الأحبة، قراءة آية اليوم هي من متى 7 عدد 13 14. الروح القدس يعلمنا، يقول ادخلوا من باب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه، ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه. آمين. مبارك اسمك يا رب. أخوتي الأحبة، نشوف هاي الآية نقدر نقسمها على قسمين ثلاثة. يقول هنا يتكلم على السيد المسيح، يقول ادخلوا من باب الضيق، يعني هناك بابين، باب يدي للهلاك وباب يدي للخلاص. لو نكمل الآية يقول لأنه واسع الباب الرحب الذي يؤدي إلى الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه، يعني الباب الهلاك هو هواية واسع، وكثير من الناس حسب كلام الروح القدس يدخلون من هذا الباب ما لهم خلاص، ولكن الباب الضيق والطريق الصعب وكرب هو طريق الحياة، هو الطريق الذي يؤدي إلى الخلاص. عندنا شواهد اثنين، اختارت شواهد اثنين على هاي الآية. الشاهد الأول يتكلم بيوحنا 10، يقول أنا هو الباب. هنا سيد المجد يقول أنا هو الباب، رب يسوع، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. يقول المسيح هو الباب في الخلاص. والشاهد الثاني همنا على الآية الأولى يقول ومن يوحنا 14:6 قال له يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. يقول المسيح هو الطريق هو الحق هو الحياة، ماكو أي طريق خلاص وطريق تمشي على الآب إلا عن طريق يسوع المسيح، تأخذه كمخلص ورب وإله وتعيش حياة التوبة. طبعا هنا اختاريت فد ايمج، ماكو فد صورة، هذا هو طريق الملكوت. هنا دا يقول there's a place for us، هناك اكون مكان ان احنا كمؤمنين بالمسيح له كل المجد. التأمل يجي مع آية اليوم، الأغلبية تحكم، هذا مرسوم ديمقراطية، لكن هذه الفلسفة الكثير المباركة على مر التاريخ، لكن الأغلبية تحكم لا تنطبق في ملكوت الله. الله يحدد المقياس وليس نحن، قداسة الله هي الهدف، ليس فقط محاولة أن نكون أفضل من شخص آخر. الأغلبية لن يجدوا طريق الرب أبدا، يريدون الأمر على طريقتهم. أحد مشاكل العصيبة في أن نريد الأمور على طريقتنا، إنها تؤدي لكارثة كبرى. الله خالق ورازق الحياة، هو الوحيد الذي يستطيع تحديد برنامج الحياة، فلنسأله عن عونه وإرشاده لطريقنا. أمين. الصلاة اللي تجي مع آية يوم يا أبي اتخذ طريقك مع قلبي وأفكاري وكلامي ووقتي وعملي وعائلتي وحياتي، أريد أن أعيش بطريقة ترضيك باسم يسوع ربي وخلاصي وسلم. آمين. أخوتي الأحبة، ربي يبارككم، نشكركم على المشاهدة وربي يقويكم. تصبحون على خير، نشوفكم فيديو ثاني. بالمناسبة تقدرون تسوون شير وتسوون لايك. يلا جود نايت.